تلك ما بداية أتقدم بشكل جميل لك ولقناة اليمن اليوم، قناة كل اليمنيين التي تثبت بفعل أن متنفس صوت المواطن اليمني البسيط. عودة إلى سؤالك، نحن اللجنة التربوية ومعلمو المدارس المناطق المحافظة العديدة يعني ناشدنا وطالبنا منذ يعني عدة أشهر يطالب الحكومة بالالتفات لنا، لكنها تقصينا من أي استحقاقات، ولا ندري ما هو المبرر، ولا ندري ما هو الذي يجعل الحكومة وخاصة وزارة المالية تقصي معلمي المناطق المحررة من محافظة الحديدة بهذه الصورة التي يعني اشتمت فيها الدنيا. نحن نعمل ونجتهد وندرس في مدارسنا تحت القصف يعني منذ بداية الأيام الأولى للتحرير، يعني تحدينا القصف وتحدينا الهاونات وكانت لها المخرجات. تشهد لنا بها وزارة التربية والتعليم، تشهد لنا بها وزارة التربية والتعليم. نعم أستاذ حسن، يعني محافظ الحديدة محافظ المحافظة أفاد بأن الكشوفات قد يعني سلمت إلى وزارة المالية من قبل وزارة الخدمة المدنية، ما تعليقك على هذا الكلام؟ يعني يشكر عليه المحافظ وبالفعل بذل جهد كبير لإخراج هذه الكشوفات وهذه المذكرة، ولكن لا ندري ما هي المعيار الذي يجعل وزارة المالية تقصينا بهذه الطريقة وتحرمنا من مستحقاتنا. تدرون أننا إذا كان منذ 8 سنوات وراتبنا هو نفس الراتب، يعني 8 سنوات والدولار 220,000 ريال، الآن الدولار ما يقارب الـ1200، يعني هذه يعني ما لا ندري بأي طريقة نعيش. نحن نعاني ونكافح يعني مرارة العيش بسبب تدني الراتب البسيط، مطالبنا يعني بسيطة هي مشاوتنا. نعم لاخواننا وزملائنا. استاذ حسن، يعني نتمنى ان تتم الاستجابة لمطالبكم من قبل الحكومة، ولكن إذا لم يتم الاستجابة للمطالب، ما هي الخيارات وما هي البدائل أمامكم؟ خياراتنا كثيرة، والقانون يعني كفلنا كل هذه المطالب، مطالبنا مشروعة، ونحن تدرجنا في مطالبنا. نعم. بدأنا بوقفات الاحتجاج بداية العام 2022، ونبتدأ إيجاد جزئي ورفعنا الشارات الحمراء. نعم. الآن بدأنا التعليق الكلي للدراسة، التعليق الكلي للدراسة هذا سيحرم منهم أكثر من 8,000 طالب، وسيتوقف عن أداء العمل ما يقارب 1,000 معلم، فهذه يتحمل مسؤوليتها من؟ نحن نحمل الحكومة. نعم. هذا الحرمان الذي سيحصل لأبنائنا وطلابنا وحالة الجوع الذي يعاني منها والفاقة